وسط انهيار للمنظومة الصحية في البلاد وفقدان خطط الطوارئ واستهتار الشارع بمخاطر الوباء يواصل كورونا انتشاره بشكل متسارع في العديد من المحافظات. تسارع يفاقم حالة الخطر الذي يتهدد حياة الآلاف الذين يعيشون أيضا تحت وطأة أوبئة أخرى كحمى الضنك والكوليرا والمكرفس وغيرها من الأمراض. تقول اللجنة الوطنية العليا للطوارئ انها سجلت 25 حالة اصابة بفيروس كورونا، بينها خمس وفيات منذ العاشر من ابريل الماضي. وفق الارقام المعلنة فان الفيروس تفشى حتى الان في خمس محافظات هي عدن وحضرموت ولحج وتعز وصنعاء، مع وجود احتمالات بانتقاله الى محافظات اخرى. امام خطر كهذا تبدو البلد المنقسمة على احزانها عاجزة عن مواجهة الوباء، وهي التي تصارع منذ خمسة اعوام نفوذ الميليشيات وغياب الدولة كما تصارع مراره العزله والحصار والحرب، تقول منظمه انقذ الاطفال الدوليه ان اليمن غير مجهز للتعامل مع تفشي واسع النطاق لفيروس كورونا، ومثلها حذرت منظمات دوليه كثيره وعلى راسها الامم المتحده. بيان المنظمه اشار الى وجوب ان يتوقف العنف حتى يتمكن المواطنون والعاملون الصحيون ومنظمات الاغاثه من التركيز على ابطاء انتشار الفيروس والتخفيف من اثاره. محذره من خروج الامر عن السيطره الصحه العالميه وهي المنظمه الدوليه المعنيه بدعم الحكومات لمواجهه كورونا تبدو غير مكترثه بتقديم ما عليها او هكذا تشير تصريحات المسؤولين الحكوميين فحتى الان يقول المسؤولون المحليون في عدن وتعز ان منظمه الصحه العالميه تبدو غائبه ولا تملك سوى تقديم بعض المستلزمات التي لا تكفي لتلبيه متطلبات فرق الطوارئ